غرست يا سيدي في نفوس الآلاف الآلاف حب الدين والوطن، وهي مدرسة العالم المربي الإمام الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي رحمات الله عليه. ففهمنا معنى التدين الحقيقي المرصع بلآلئ الاعتدال الصافي من الشوائب والخيانة والتطرف، وصارت قلوبنا تنبض بحب الوطن. وها هي حشود الجماهير جاءت ولبت تنتظر بشوق سماع كلمتكم يا صاحب السماحة مع كلمة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الدكتور الشيخ حسام قراقيرة حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يفعل ما يريد، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ذي الكبرياء والملكوت والعز والجبروت، كل يوم هو في شأن، يجبر مفقرا ويفرج كربا ويفك أسرا وينصر مظلوما ويرفع قوما ويضع آخرين. الحمد لله رب العالمين، ألهمنا الصبر عندما نزل بنا الظلم، وسددنا بالأنات والرفق عندما نالنا الضيم، وأكرمنا بالبعد عن الطيش والانسياق خلف نزوات الغضب عندما وجهت إلينا سهام الاتهامات بالباطل بعمد أو بجهل أو بسوء تقدير ونظر. الحمد لله، نحمده على ما من به من إخلاء سبيل حبيبينا أحمد ومحمود عبد العال. نشكره على نعمته وهو الكريم الوهاب، ونهنئ الأخوين الكريمين بفرحة الحرية وظهور البراءة، ونهنئ أهلهما وأصدقاءهما وسائر محبيهما، كما نتوجه بالتهنئة إلى أعضاء جمعيتنا، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، ومحبيها ومناصريها والواثقين بنهجها. ونشارككم فرحتكم التي هي فرحة كل نظيف سليم القلب محب للخير والعدل ولرفعة هذا الوطن ومصلحته. لم نتفاجأ بظهور براءة أخوينا المظلومين الصابرين، فإن
قوم التزمنا بمدرسة الإمام الهرري رحمه الله، وتشربنا منهجها. التزامنا بديننا لنا عقيدة، ومحافظتنا على أمن أهلنا لنا سيرة. صغارنا كبار بعلمهم وفهمهم، وكبارنا صمام أمان، صمام أمان هذا الوطن. نحن قوم لم نبع أهلنا بالمال، ولا اشترينا بالذهب، ولا تركنا مبادئنا للمناصب، ولا جعلنا همنا يوما السيطرة على زاروب أو مفترق. عضضنا بالنواجذ على اعتدالنا، وحملنا التوسط في منهجنا بعيدا عن الإفراط والتفريط، وتمسكنا باعتدالنا وتوسطنا في السراء والضراء، في العلن والإسرار. تعلمنا ذلك صغارا، فانتقش في قلوبنا كما ينقش الحجر، وتعلمناه من شيخنا الجبل، فلم تزحزحنا عنه رياح ولا عواصف، ولا أبعدتنا عنه كلوم ولا جراح. فهمنا حقيقة تعاليم الدين ومعنى إرادة الخير، فهمنا حقيقة تعاليم الدين ومعنى إرادة الخير للوطن، فلم تستطع قوى الشر أن تستفزنا، ولا أن تحملنا على الخروج عن نهجنا لننجر إلى فتنة أو فساد. وقبل هذا اغتيل رئيس جمعيتنا الشيخ نزار الحلبي رحمه الله تعالى، ونالت منه أيادي الغدر والتطرف، فكان ردنا بناء مؤسسات، وإصرارا على نهج الاعتدال ونشر الخير والفضل، لا ثأرا ولا قتلا ولا سفك دم. ثم أوقف أخوانا أحمد ومحمود، وأريد من هذا أن يشار إلى جمعيتنا بإصبع الاتهام بالتطرف والإرهاب البغيض، وأريد منكم يا أحبابنا أن تحنوا هاماتكم الشامخة بعز الحق، كشموخ لبنان، كشموخ جبال لبنان. شهر بجمعيتكم وتناولها بالكذب من يعرف ومن يقلد بلا معرفة، وظن من ظن أننا سنتبرأ من أخوينا، وأننا سنتراقب متدافعين مذعورين لنختبئ هنا وهناك، ولنقدم سقوك التنازلات طلبا لحماية الرؤوس. لكنهم لم يعرفوا أنكم صنف نادر من الرجال. لكنهم لم يعرفوا أنكم صنف نادر من الرجال، وأنكم أحرار النفوس لا تبيعون إخوانكم في النائبات. لم يفهموا أننا كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، لا بالقطع والبتر. وغاب عنهم
أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وأن المصائب تمحيص للمعادن، وأن الذهب يخرج من الكير أحمر صافياً.